الإسلام ماذا قدم لك أيها الإنسان؟ قدم لك تصويراً عميقاً جداً، واضحاً جداً، متناسقاً جداً بين الكون والحياة والإنسان. أنتم في نعمة لا تعرفون قيمتها. عندك تصور أن الله خلق هذا الكون تكريماً لهذا الإنسان، لما عرض الله الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، عندئذ كرمه الله وكافأه بأن سخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. وهذه الدنيا حياة إعدادية لحياة أبدية.